بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام عليكم على اشرف المرسلين، اهلا بكم مشاهدينا في كل مكان ونشرتنا الرياضيه الجديده. هنكون معاكم طوال شهر رمضان 7 أيام في الاسبوع، هنعمل حركه وحصاد اخباري رياضي لكل ما حدث طوال اليوم عشان حضراتكم تبقوا موجودين معانا لحظه بلحظه داخل الاجواء. هيكون معايا باقي الزملاء ان شاء الله تستمتعوا معانا طوال فتره شهر رمضان، ربنا كده يتقبل صيامنا وقيامنا. نبتدي مع حضراتكم بامر في منتهى الاهميه، وانك ازاي تنهي موسم نادي الاهلي ما شاء الله في هذا الموسم مليء بالارقام القياسيه، ارقام كبيره جدا حققها صراحه الجهاز الفني كابتن حسام البدري اللي بنقدم له كل الاحترام والشكر والتقدير، مجهود رائع بذله هو وجهازه الفني وطبعا الكتيبه من اللاعبين عشان يدوا للنادي الاهلي الدوري رقم 40، وكان هو ايضا حصل مع النادي الاهلي على الدوري رقم 39، ارقام قياسيه كثيره جدا. لك ان تتخيل النادي الاهلي وصل لاكثر نادي في تاريخ المسابقه مسابقه الدوري المصري انه يصل الى النقطه 88 والدوري 18 فريق، كان نادي الزمالك في موسم 2014 2015 وصل الى 87 نقطه ولكن الدوري كان 20 فريق، يعني في 12 نقطه كانت موجوده لان في فرقتين هتلاعبهم ذيابا وايابا، هنا 6 نقط وهنا 6 نقط، 12 نقطه زياده. من غير ال 12 نقطه زياده دي الكابتن حسام البدري والنادي الاهلي وصل للنقطه رقم 88 وفوز مستحق بهدفين ولا اجمل ولا اروع لكتيبه من النجوم الشباب، نجوم شباب في حيويه في سرعه في لعيبه بتثبت انفسها في حاجات كتير قوي استفدناها من لقاء الامس. هكمل مع حضراتكم في الارقام القياسيه قبل ما نخش على الجانب الفني. الجهاز الفني النادي الاهلي والكابتن حسام البدري وصل انه حقق 75 هدف بهدفي احمد حمدي وصلاح محسن بالامس في شباك النادي المصري عشان يبقى برضو اكبر فريق بيحقق اهداف في تاريخ الدوري المصري الممتاز. كان نادي الترسانه في الستينات وصل الى 71 هدف، ولكن النادي الاهلي هذا الموسم استثنائي في الارقام، بتدي لك الارقام دايما بتدي لك الفرق. وده اللي بيبين لك فكر النادي الاهلي وفكر كابتن حسام البدري مع النادي الاهلي ان يصل الى كل هذه الارقام ويحقق معادله صعبه جدا انك تكسب بطوله وكمان بتحقق ارقام في منتهى الجمال ومنتهى الصعوبه، اعتقد هيبقى صعب جدا انها تتكرر هذه الارقام. نسبه الفوز 28 فوز في طوال الموسم، برضو نسبه كبيره جدا، نسبة لم يحققها فريق من قبل إلا النادي الأهلي، وده بيبين لك أن النادي الأهلي مهما كان المنافس هو عنده الثلاث نقاط، مهما كان الظروف وهو بيلعب على الثلاث نقاط. بمباراة الأمس بعد غياب كابتن حسام البدري وراحة العديد من النجوم، أنت عندك فرقة كاملة غابت عن هذا اللقاء، مرة تانية فرقة كاملة لو ابتدينا من حراسة المرمى وحتى راس الحربة بالنجوم الكبار بيمثلوا لو اتكلمنا عن حسام عاشور، لو اتكلمنا على احمد فتحي، لو اتكلمنا عن العديد من النجوم، انا كده جبت لك فريق مش بس مجرد غيابات صغيره، ولكن النادي الاهلي يا مقوله بمن حضر ما جاتش من فراغ. النادي الاهلي بالامس والكابتن احمد ايوب هو الكابتن حسام البدري، يعني شغل الكابتن احمد ايوب هو نفس فكر الكابتن حسام البدري في الشغل، واعتقد بنسبه كبيره جدا في حالة وجود الكابتن حسام البدري كان هيبدأ هذا اللقاء بنفس التشكيل، تشكيل فيه حيوية، تشكيل كان أنت وأنت بتتفرج كان في ناس ممكن تقول لك الماتش دوت بالنسبة للنادي الأهلي، النادي الأهلي خد الدوري من زمان، طب ليه أتفرج على هذا اللقاء؟ ولكن الأسماء اللي كانت موجودة في هذا اللقاء لا أنت عايز تتفرج عشان تشوف وتقدر النجوم ديت في أنهي مستوى وهيقدموا لنا إيه مع النادي الأهلي، إنك تشوف اللاعب محمد شريف، إنك تشوف طبعا أحمد حمودي صراحة أحمد حمدي عفوا خد فرصة قبل كده ولكن بالأمس كان متوهج، أحمد حمدي استوى بلغة كرة القدم واخد ثقة وعنده ثقة كبيرة جدا ولسه عنده بعض الحاجات اللي محتاج ان هو يزودها، ولكن الموهبة باينة، موهبة باينة، عنده دريبلينج على اعلى مستوى، لعيب عنده ثقة، بيعرف امتى يقف على الكورة وامتى يلعب مع زمايله، ايضا في نفس الوقت محتاج يزود بس موضوع الباسنج سكيلز او ازاي يقدر ينوع في مستوى الباسات بتاعته وانه ما يعملش مس باس كتير وما يزودش بالكورة، هيبقى قنبلة في كرة القدم.
القدم المصريه احمد حمدي، واحنا محتاجين اللعيب رقم 10 مش بس في النادي الاهلي ولكن في منتخب مصر، عشان ما يتقالكش بعد كده لعيب ملوش بديل، لازم يكون عندك في هذا المركز واحد واثنين وثلاثه. وادي امام حضراتكم لو شفتوا الهدف اللي احرزه هو وصلاح محسن. صلاح محسن لما بيلعب في مكانه، وعلى فكره اللي انا بكلمكم عليهم دول معاهم محمد شريف، انت بتتكلم في مواليد 97 98، يعني بتتكلموا في حوالي 20 سنه 19 سنه، لعيبه مبشره بالخير مش بس للنادي الاهلي ولكن لمنتخب مصر. احمد حمدي ده مبشر لمنتخب مصر، صلاح محسن ده يعني مبشر لكل منتخبات مصر. لعيب عنده تحرك، عنده ثقه، بيعرف امتى كمان يشتغل مع زمايله وامتى يبقى عنده النزعه الهجوميه انه يخلص على المرمى. لعيب دايما اكتف على الجون، يعني صلاح محسن في الفتره اللي هو بيلعب فيها كراس حربه حتى في ماتش الزمالك لما نزل كبديل تحس انه دايما اكتف على الجول. ممكن يضيع فرص، ولكن في الاخير انت حاسس بوجوده، حاسس انه دايما عنده شراسه داخل منطقه الجزاء، عايز يجيب جون، بيقطع على القريبه كتير، بيروح على يشتغل مع زمايله كتير. المدافع اللي بيلعب على صلاح محسن ما بيبقاش عارف هو راح فين، وده بان. الكره الهدف الاولاني اللي احرزه احمد حمدي، احمد حمدي هنا الثقه، وانه ازاي يقف ويبص على زميله ويختار ان هو يعمل دريبل الاول وبعد كده يشتغل مع صلاح محسن. يعني الكره اللي هنا ادي واحد اتنين، ده كل ده شغل بيحصل في التمرين. بص صلاح هنا قطع في الحته الفاضيه وهو حاسس باحمد حمدي جاي فين وبيديها له عشان حمدي حتى يحطها بشماله، ويبقى هدف من الاهداف الجميله جدا اللي ضحكوا على كل دفاعات النادي المصري ب 1-2 جميل، 1-2 شاب، 1-2 مبشر الامل. وبص يعني غضب الكابتن حسام حسن ان ازاي لعيبه النادي الاهلي بتمريرتين ضربوا بص كام، 1 2 3 4 5 6 من مدافع النادي المصري، ولكن الكره تكسب. مصر وكابتن النادي الاهلي كابتن مصطفى يونس، مساء الخير يا كابتن وكل سنه وحضرتك طيب، وبسال حضرتك عن رايك عن لقاء الامس. كل سنه وسام حميد وجمهور النادي الاهلي العظيم ونادينا العظيم بخير، وانا عايز اطمن الناس على النادي الاهلي، وانت عارف الحمد لله انا صاحب مقوله الاهلي بمن حضر. ده حقيقي. اي 11 يلبس الفانيلا الحمراء، لكن المدير الفني هو له الراي الاول والاخير ان هو اللي بيدير. لكن ممتع امبارح، اسعدني جدا جدا ان ولاد النادي الصغيرين اللي انا شايف مستقبل مبهر ان شاء الله الفتره اللي جايه. انت بتتكلم في النادي المصري العنيد ومدرب كبير حسام حسن، وانت عارف ماتشات الاهلي والزمالك دي بالنسبه له ماتشات تحدي وماتشات عايز يكسب، يعني هو عكس مدربين كتير قوي فعلا عنده بيبقى عنده دايما روح ان هو يكسب. بياكد انت عارف ايه اللي عجبني كمان امبارح يا محمد؟ ايه يا كابتن؟ الهدوء اللي بيلعبوا بيه اللعيبه، لعيبه النادي الاهلي. الثقه اللي بيلعبوا بيها لاعبتنا. سيبك من المكسب والخساره، الكوره مكسب وخساره، لكن في نجوم، يعني في نجوم جايه ان شاء الله، ودي البدايه. ما نقولش بقى نجوم وننجمهم ولا لا لا لا، لسه بدري. لما يلعبوا 4 5 6 سنين كده يقول خلاص بقى نجوم وكبار. لكن انا شخصيا مطمن جدا. كابتن مصطفى عايز اسال حضرتك سؤال، ابن النادي الاهلي. طب اتفضل حضرتك. حسام البدري اللي عمل موسمين ثلاثه على اعلى مستوى في الدوري وكاس وكاس الدوري، لكن احنا كنا بنعمل في افريقيا، لكن لا تاتي الرياح بما تشتهي السفن زي ما بيقولوا. طيب كابتن مصطفى، هل قبل اللقاء كنت متوقع الاداء يبقى كده؟ هل توقعت التشكيل يكون شكل؟ والله انا كانت مفاجاه ليا مش هضحك عليك. لكن ايوب عايز يحط بصمته، وده شيء طبيعي زي ما حسام البدر عمل لما خش مانويل جوزيه. نعم. غير فريق في اللعب وغير اللعيبه، وده ده ده دي شخصيه المدرب. عشان هنا بقول يعني مهم جدا لما تيجي بحجم النادي الاهلي لازم يبقى فيه مدرب يبقى يمسك، يعني زي ما بنقول كده في الاختيارات، بتتكلم في هاني رمزي، بتتكلم في يوسف، بتتكلم في عماد النحاس، بتتكلم في علاء ميهوب، كلهم اسماء كبيره يعني في كره القدم. لكن انا شخصيا معجب جدا باداء امبارح احمد ايوب،
لكن برضه مش هقول احمد ايوب لان ده شغل حسام البدري. ده حقيقي فعلا. انا كابتن برضه في نفس الوقت في لعيبه زي اكرم توفيق ومحمد شريف وصلاح محسن واحمد حمدي لعيبه، حتى اكرم بعد اصابه باسم لاعب باك يمين وادى، والناس برضو لازم تدي حجم النادي المصري بيلعب في الكونفدراليه ولسه متعادل مع الهلال السوداني هناك، والنادي المصري السنه دي ثالث الدوري وبيلعب فول تيم الاهلي، يعني مش عايزين نقول بنلعب بالصف الثالث ولكن مش هي دي الفرقه الاساسيه. بص يا ابو حميد، يعني قيمة حسام حسن مش ان هو في المركز الثالث، وقيمة حسام حسن ان لعبته واقفة على رجليها لحد هذه اللحظة، من أكثر الناس جاهزية في مصر في فرقة مصر، ها؟ لو قلنا بعد الأهلي يبقى هو النادي المصري والإسماعيلي. نعم. ودي تحسب لحسام حسن، لما تيجي تلاعب المصري باللعيبة ديت ويبقى عندها الثقة دي، على فكرة أحمد توفيق مع الواد توفيق، اكرم توفيق، اصل احمد والاثنين كانوا معايا في المنتخب. ده حقيقي فعلا، وعبد العزيز كمان اشتغل مع حضرتك فتره. اكرم توفيق لو لعب خمس ماتشات على بعض ولا سبع ثمان ماتشات على بعض كان لعب منتخب مصر. نعم. احمد حمدي دوت لو لعب اربع خمس ماتشات كان لعب منتخب مصر. انت عندك لعيبه كويس قوي، وبعدين الجون اللي جابه محسن امبارح ده بيدل على لعيب كبير. نعم. زي حتى من سبايا كنت فيرود بقى وكنت قديم. بس قديم زي حالاتنا يا ابو حميد. خلاص. نحط الراجل في الدار وكده ونعمل اسيست كده ويبقى في الثقه دي، اكيد ده لعيب كبير طبعا يعني، واحنا مش عايزين نستعجل على الناس، احنا مش عايزين نستعجل، لكن نواه للعيبه كويسه هيضيفوا للكره المصريه وللنادي الاهلي. انا شخصيا غير يعني متشائم السنه الجايه، السنه الجايه يبقى عندنا فرقه كويسه قوي، خاصه انهم جايبين مدرب كبير، وانا بكرر المره المليون يا فاروق. هي كابتن الاهلي هو الذي يصنع المدربين واللعيبه. مفيش حد ليه فضل على النادي الاهلي نهائي، كلنا النادي الاهلي اللي فضل علينا احنا. كابتن مصطفى، حضرتك في فتره من الفترات يعني عاصرت مستر كوتي، ومستر كوتي واحد من الناس اللي ايضا كان له تغييرات كبيره جدا في تاريخ الكره المصريه، وايضا مستر فايسا. حضرتك شايف المدرب الاجنبي اللي على اعتاب النادي الاهلي محتاج ان هو يقدم ايه للنادي؟ محتاج يقدم زي ما انت ما قلت، ذكرت اثنين غيروا مسار الكره المصريه في مصر، طريقه تدريب جديده، طريقه لعب جديده، هو ده المطلوب يا محمد. نعم. لكن مش عايزين نحكم دلوقتي، عايزين نحكم لما الراجل يجي ويشتغل. زي ما قلت لك مستر كوتي عمل طريقه لعب جديده واسلوب تدريب جديد، مستر بايس عمل طريقه لعب جديده واسلوب تدريب جديد. الجديد ايه في العالم ده اللي هنشوفه لما يجي المدرب الاجنبي، واخد بالك، عشان نقدر نحكم عليه. لكن اتمنى يبقى عنده فكر مختلف عن الفكر بتاعنا احنا، او الكره المصريه. احنا ما زلنا كره انزراعيه اللي بيقولها الله يرحمه نجيب المستكاوي من ايام احنا كنا بنلعب من 40 سنه. احنا عايزين تطوير في اداء اللاعب المصري، تطوير في اداء المدرب المصري. يعني يا راجل انا ما شفتش ولا واحد ولا مدرب، يعني انت عارف في طريقه اربعه بالذات اللي بتلعب اربعه مدافعين، اضعف حته في الملعب ما بين الباك والسيرباك، ما شفتش واحد يقطع ما بينهم، ميسي جواله كلها كده. ازاي تقدر تستغل نقطه الضعف ديت وتكسب وتلعب؟ لكن نتمنى ان الراجل يجيب لنا الجديد في الكره العالميه ان شاء الله باذن الله. طيب، من وجهه نظرك يا كابتن، هل في اماكن معينه النادي الاهلي محتاج ان هو يتعاقد مع صفقات قويه فيها؟ بص يا محمد، انت عارف انا طول عمري انا رايي ان ولاد النادي الاهلي افضل من اي حد بره. احنا عايزين الواد اللي جاب امبارح ده مش وحش ابدا، وانا لو من حسام كنت لعبته من بدري، لانك انت عندك نقص في قلب السيرد باكات دول. نعم. انت انا شايف ان احنا محتاجين، يعني ممكن نقول فيرود مع مروان محسن ومع ازارو، يعني محتاج فيرود تاني، وخاصه يعني فيرود انك انت بتلعب بواحد بس ما بتلعبش باثنين، وتلعب ثلاثة من تحتيه. نص الملعب زحمة كتيرة جدا جدا جدا. أنت عايز بديل، عندك محمد هاني مستقبل مصر، مش مستقبل. ده حقيقي، موهبة كبيرة فعلا. لكن لعيب عنده حلول، ما هو الفرق بين لعيب ولعيب يا أبو حميد؟ نعم. اللعيب اللي عنده حلول. ده حقيقي، لعيب النادي الأهلي لازم يكون عنده حلول. محمد هاني مش روتيني، مش باك روتيني. نعم. زي حسين السيد كده، احنا افتقدناه. نعم. زي حسين السيد اللي احنا افتقدناه. لكن اتمنى الناس دي تبقى نجوم ان شاء الله. صلاح محسن انا شخصيا عجبني جدا 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 امبارح، طريقه لعبه وتحركاته،
لما يتمرن بقى وياخد بقى الشغل بتاع النادي الاهلي اعتقد هيبقى هو اللي مرافق منتخب مصر. طيب مستر او مستر مصطفى، طبعا حضرتك واحد من المدربين الكبار يعني، وكان في فتره من الفترات بيقولوا لك مستر مصطفى عشان يعني حبك لمستر فايسا. برضه عايز اسال حضرتك رؤيتك لاستعداد منتخب مصر بكاس العالم ماتش الكويت الاختيارات، هل في لعيب حضرتك كنت تتمنى ان هو يكون منضم للقائمه؟ هو احنا عارفين طريقه الراجل يا سميد، هم دول الرجاله بتوعه، هو اضاف اثنين يعني انا شايف من احسن الاختيارات. نعم. جاب الوتش وجاب محمود في نص الملعب بتاع نادي الزمالك، الاثنين دول اضافه كبيره جدا. الوتش انا اتكلمت عليه من سنتين. نعم. الوتش هيبقى اضافه كبيره جدا جدا لمنتخب مصر، محمود بتاع نص الملعب عبد العليم اضافه كبيره جدا جدا لمنتخب مصر، لكن احنا ناقصنا الحته اللي قدام. فانا شايف الفيروس بتاع اسمه ايه بتاع المصري عامل واحده في الساين امبارح، احمد جمعه لعيب كبير، احمد جمعه جمعه يعني ممكن يبقى جمعه اضافه هو معاه في المنتخب. لكن انت عارف انا بقول لك من دلوقتي الناس بتوع هم اللي هيستنوا، والجداد دول كلهم باي باي كامبوره. من الفترات في منتخبات الشباب، وايضا كان معاه حجازي وجيل الجميل دوت، وصلاح على اعتاب انه يلعب نهائي دوري ابطال اوروبا امام ريال مدريد. حضرتك من وجهه نظرك شايف الماتش ده ازاي؟ وهل حضرتك شفت صلاح في الماتشات الكبيره، هل هو شايف ان هو ان شاء الله ممكن يؤدي اداء جميل في هذا اللقاء؟ اسعد الشعب العربي كله وليس الشعب المصري. صلاح بقى ايقونه في الشعب العربي والمصري. صلاح اتغير كتير في طريقه لعبه واسلوب لعبه وتدريبه ووجه محمد فاروق. نعم. خلي بالك من النقطه دي مهمه جدا، لان الكره في اوروبا قويه، اللعيبه اقوياء. يعني زي ما احنا بنتكلم الكره الاول والسرعه. ومحمد صلاح يمتلك الاثنين. نعم. محمد صلاح يمتلك الاثنين. لكن ازاي بقى يقدر يهرب، وازاي هيبقى في عليه تركيز عالي جدا، هيستغل الحته دي ازاي، مدربه هيستغل صلاح والضغط عليه ثلاثه ازاي، كل ده هيتشاف. وبعدين صلاح عنده حلول، وده مبين ما يميز محمد صلاح. فوق ده كله توفيق ربنا عنده عالي جدا جدا جدا، لانه عارف لما تأدي وتعمل عليك ربنا يكرمك. فاتمنى ان شاء الله ربنا يكرمه ويعمل لنا ماتش كبير جدا بصرف النظر على مكتب الاستخباره. الناس كلها بترشح مدريد، لكن انا شايف لان خط ظهر مش على المستوى التراجع نص الملعب. نعم. وهي دي نقطه الضعف في فرقه صلاح. نعم ده حقيقي فعلا. لكن نتمنى صلاح يكون اداء جيد زي ما امتعنا كده السنه دي في التفوق ان شاء الله في الفاينل اللي جاي ان شاء الله يوم الاحد او يوم السبت يمتعنا ويسعد الشعب المصري والعربي كله ان شاء الله. كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي كابتن مصطفى يونس، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه. قد ايه بتبقى مبسوط انك تلاقي النادي الاهلي وهو بيحقق هذه الارقام؟ وزي ما قال كابتن مصطفى يونس بنشكر كابتن حسام البدري واحد من ابناء النادي الاهلي المخلصين على الصراحه المجهود والعظيمه اللي حققها في السنتين الماضيتين. مش بس موضوع انه كسب الدوري مرتين وكسب الكاس وكسب السوبر، ولكن ايضا بناء بدايه الاحلال والتجديد اغلب الصفقات واللعيبه اللي جت اجانب، معلول واللاعب ازارو، اعتقد معلول جه مع مارتن يول، ولكن كان هو ليه دور كبير جدا في وجود ازارو، وصراحه تحدى به الناس كلها، وفي الاخر وليد ازارو اصبح الهداف التاريخي الاجنبي للدوري المصري وبيحقق اكثر من 18 هدف، ودي حاجه جميله جدا. خلينا نروح نروح الى مجلس اداره النادي الاهلي، وخلينا برضو نتكلم على امر طبعا الكل بيبحث عنه، من هو المدير الفني القادم للنادي الاهلي. كنت التقيت مع حضراتكم يوم السبت وتحدثت ان مدرب النادي الاهلي يجب ان يكون مختلف. ليه؟ لان مش اي حد ينفع يمسك فرقه بتلعب كره هجوميه. النادي الاهلي دايما مميز بالكره الهجوميه، الارقام بتبين كده على مدار التاريخ، مش بس هذا الموسم، مش عشان النادي الاهلي حقق هذا الموسم ارقام
قياسية من ناحية النقاط والأهداف، يبقى لا، هو طبيعة النادي الأهلي بهذا الأمر. فالمدرسة اللي هتكون موجودة في النادي الأهلي في الفترة القادمة والمدير الفني الأجنبي هيكون ميال لهذه المدرسة، المدرسة الهجومية اللي فيها توازن، اللي فيها متعة. جمهور النادي الأهلي ممكن يبقى كسبان ماتش بسكور ولكن الأداء مش عاجبه، ما بيعجبوش، وهو ده جمهور النادي الأهلي. خلاص، هو قدر على المدير الفني للنادي الأهلي إنه معاه جمهور يعشق الكرة والمتعة والفوز، كل العوامل موجودة فيه. ولما تيجي تعرض على النادي الأهلي أو تعرض على أي مدرب مهما كان اسمه، اسم النادي الأهلي، وابتدي يشوف جمهور النادي الأهلي بينبهر، بتبقى بالنسبة له طبعا إنجازاته وتاريخه إن النادي القرن في أفريقيا، وإن النادي ده عنده إنجازات مش موجودة، محدش عارف يعملها في الوسط اللي هو موجود فيه سواء في أفريقيا أو في الوطن العربي، ولكن أيضا حجم الجماهير بيبقى شيء فارق معاه. فكل هذه الأمور بتبقى بتصب إن المدير الفني القادم للنادي الأهلي هيبقى ميال للمدرسة الهجومية، هيبقى هي دي الفلسفة بتاعته. مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة ورئاسة الكابتن محمود الخطيب بيجتمع اليوم لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات النادي، استعراض خطط التطوير في مقر النادي بالجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد. ومن جانبه كشف الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي عن انه تم تجهيز 22 ملف للعرض على مجلس إدارة النادي في الاجتماع المنعقد حاليا، واوضح ان الملفات التي سيتم مناقشتها من جانب المجلس تتعلق بتشكيلات الاجهزه الفنيه واعتماد التعاقد مع عدد من اللاعبين الجدد، وكذلك الموقف بخصوص حسم بعض الصفقات المطلوب تعاقدها معها لدعم مختلف الفرق الرياضيه. هذا الامر في منتهى الاهميه، وده بيمثل لك وبيدي لك كده بعض العلامات كيف بيعمل النادي الاهلي، ازاي يقدم استراتيجيته حتى في كرة القدم. في نفس الأمور بيبقى الموضوع دايما بيبقى متحضر، وإحنا معنا زميلنا كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي. مساء الخير يا كريم، كل سنة طيب، وماذا لديك من جديد عن اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي؟ تحياتي لك يا زميلي محمد، بكل سنة طيب طبعا، وكل مشاهدي قناة الأهلي وأعضاء النادي الأهلي بخير ورمضان كريم. بالفعل يمكن انطلق من تلت ساعة اجتماع المجلس الإدارة للنادي الأهلي اللي كان محدد دي النهارده الساعة العاشرة، اللي قبليها كان مجتمع المجلس بشكل كبير أو حاضر المجلس بشكل كامل في الدورة الرمضانية وقرعة الدورة الرمضانية التي تحمل اسم عائلة الأهلي في رمضان، حاجة هتكون رائعة جدا تنظيميا، وحاجة كمان ليها جوائز مالية كبيرة جدا كان حاضر في هذه القرعة، كل من طبعا أستاذ طارق قنديل، الدكتور مهند المجدي، أستاذ محمد سراج الدين، شفنا كمان المهندس محمد الجرح المتواجد، الكابتن محمود الخطيب كان أول من صعد إلى غرفة اجتماع مجلس الإدارة. لكن زي ما بقول لك الجو العام والإقبال الكبير والتنظيم اللي احنا شايفينه من هذه الدورة هتكون ليها مردود كبير جدا. بدأ بالفعل زي ما بقول لك الاجتماع النهارده، اجتماع هيكون فيه قرارات هامة جدا في مناقشة طبعا على رأسها المدير الفني القادم للنادي الاهلي وطاقم العمل اللي هيكون معاه، بعض الملفات كمان الخاصه بالانشاءات الخاصه بتطوير البوابات، ايضا كمان ملعب بمختار التتش، الملعب المدرج الامامي لملعب مختار التتش هيكون فيه ايضا كمان طرح للصيانه اللي شغاله فيه من اكثر من 15 يوم. امور هتكون كتير جدا على طاوله مجلس اداره النادي الاهلي بقياده المهندس الخطيب. اكيد ان شاء الله خلال اللحظات القادمه والساعات القادمه هيكون في قرارات هتصدر، واكيد هنكون مناصيب بيها. لكن زي ما بقول لك النهارده هيكون في على راس الاجتماع هي المدير الفني القادم للنادي الاهلي وايضا الجهاز المعاون اللي هيكون معاه زميلي محمد. زميلنا كريم احمد، يا ريت توفينا باول الاخبار عشان يكون لنا السبق ايه او القرارات اللي طالعه من مجلس اداره النادي الاهلي، وبشكرك شكرا جزيلا حتى يكون لديك جديد. خلينا نتكلم في النقطه المهمه اللي ذكرها زميلي كريم واللي كنت بقولها مع حضراتكم. اول شيء موضوع المدرب. النادي الاهلي يعني هو عنوان الاحتراف من اول ما انشئ لحد الان، هو عنوان الاحتراف هو النادي الاهلي. ليه؟ لان لما بيجي بتقيم امر ما بتاخدش قرار متسرع، ما بيبقاش التسرع هو السمه الغالبه، بيبقى الاول هي سمه الدراسه، بندرس الامر بشكل على اعلى مستوى وباحترافيه ومن الناس المختصه، وهو ده اهم شيء، هو ده اللي هيوصلك للهدف اللي انت بتحتاجه. فبيجي النادي الاهلي بيدرس كابتن حسام البدري بهذه الانجازات وبما قدمه من انجازات طوال هذا الموسم والموسم الذي كان من قبله، يبتدي يشوف كابتن حسام البدري في تقريره بيتكلم عن ما هي اهم العوامل. اهم العوامل طبعا كيفيه الوصول الى النجاح. في لعيبه هتتم التجديد ليها، اللعيبه مش
على المستوى المطلوب ممكن يكون بالنسبة للجهاز الفني ان هو شايف ان هناك لعيبة افضل منهم يكونوا يمثلوا النادي الاهلي في الفترة المقبلة. كل هذه الامور بيتم دراستها بشكل على اعلى مستوى. ايضا موضوع معدل الاعمار، في ناس كتير في لعيبة على اعلى مستوى، لكن لازم يكون عندك توازن. ما ينفعش الفريق كله يبقى معدل اعماره عالي، وما ينفعش الفريق كله معدل اعماره كلهم شباب قوي، لان لازم يبقى عندك التوازن. والتوازن على مدار التاريخ هو سر تفوق النادي الاهلي، يعني طريقه ادائه فيها توازن، هويه الفريق فيها توازن من الهجوم والدفاع، اعمار الفريق فيها توازن، في عندك خبرات وعندك لعيبه شباب، فعندك سرعات في الفريق فبيبقى عندك توازن وبالانس تقدر تستفاد من كل هذه الامور. فهذه الصيغه بيتم دراستها من قبل مجلس الإدارة عشان يبتدي يحط الأسس والجدود اللي هيبتدي ينطلق عليها. أنا قلت لحضراتكم أن المدرسة القادمة بنسبة 99.9 هي جاية على الفلسفة الهجومية اللي فيها توازن، عشان النادي الأهلي بيلعب على كل البطولات من أجل المكسب. عنده مفيش بطولة هو بيخش فيها إلا لما يكون هو المرشح الأول، حتى لو داخل بالصف السابع، مش هقول لكم الصف الثاني. فكل هذه الأمور بتصب في هذه المنطقة. فالجهاز الفني الجديد محتاج يشوف التقارير، لأن موضوع التقارير ده في ناس ممكن تقول لك يا عم تقارير إيه والكلام ده، لا هو لازم يشوف التقرير ويدرسه ويشوف كل حاجة، لأن النادي الأهلي بيمشي بأسس وبيمشي بأرقام، الأرقام ما بتكدبش. في تحليل لكل لعيب، جري قد إيه، عمل كام ميس باس، عمل كام باس صح، صنع كام أسيست، عمل كام تمريرة حاسمة، جاب كام جون، حتى اللعيبه الباكات، الحراس المرمى، طريقه التحرك، كل الكلام ده بيتم دراسته على اعلى مستوى. والمدير الفني الجديد انت بتتكلم في حد اجنبي، فهيكون عنده اصلا هذه الطريقه، فلازم تبقى السياسه متوافقه. وده بيبقى معدل نجاح لاي مدير فني اجنبي، لانه بيجي ما بيلاقيش فوارق ما بينه وما بين المكان اللي جاي منه. يعني اللي جاي من المانيا مش هيجي يقول لك لا ده انا في المانيا عندنا حاجه وانتوا عندكم حاجه، لا هيلاقي الامور الى حد كبير جدا تكاد تتشابه نفس الامر اللي موجود عنده في المانيا. وهو ده سر تفوق النادي الاهلي وعظمته من الناحيه الاحترافيه. فهذه الامور مع طبعا باقي اللعبات، انت عندك غير قدم بيتم نفس التقرير لكره السله وكره اليد وكره الطايره والالعاب الجماعيه للنادي الاهلي. ما شاء الله كان له يعني الصراحه صولات وجولات في الموسم او هذا الموسم والموسم الماضي، انه حصد العديد من البطولات، يعني في السله خد كاس، بطوله الكاس، في اليد ما شاء الله الدوري، في الطايره افريقيا سيدات ورجال، يعني حاجات على اعلى مستوى. كل هذه الامور بيتم دراستها من تقارير، لان في اجهزه فنيه، الاجهزه الفنيه ديت بتقدم تقارير بتقول انا عندي النواقص في انهي حتت من المراكز اللي في اللعيبه، انا محتاج دعم عامل ايه. الكلام ده كله لازم يتم دراسته، مش مجرد كلام وخلاص، ومش مجرد ورق بيتملي وخلاص، لا كل شيء، كل ملف بيتم دراسته جيدا، لان النادي الاهلي دائما وابدا يسعى الى التفوق. نرجع تاني ليه الكابتن احمد ايوب المدير الفني المؤقت للنادي الاهلي، واحد ايضا من اولاد النادي الاهلي المخلصين، وكان له دور كبير جدا الجهاز الفني باكمله في النادي الاهلي. الصراحه كان حاجه تفرح، وكلها منظومه عمل متكامله. قال كابتن احمد ايوب ان اي لاعب مميز ليس له بديل، لافتا الا ان عبد الله السعيد كان من اللعيبه المميزه وبيؤدي بشكل مختلف، والبعض طالب باراحه اللاعبين لفتره طويله بعد حسم اللقب، وهو امر غير منطقي. كيف نقوم بمنح اللاعبين راحه لفتره طويله والفريق مقبل على مباراه القمه كاس مصر وافريقيا؟ الحمد لله، بقول الحمد لله، بشكر ربنا. تعالوا جماعه الكابتن يعني احمد ايوب موجود، طيب نروح نشوفه ونرجع نعلق عليه. الحمد لله، يعني في البدايه بقول الحمد لله، بشكر ربنا، بقول يعني فضله كبير جدا جدا، بشكر اللعيبه واحد واحد، بشكر كابتن حسام وبهديله الفوز النهارده. احنا بنكمل تعبه وبنكمل شغله، الراجل بقاله سنتين مع الفرقه، عمل كل حاجه مع الفرقه، احنا كنا بنساعده، النهارده احنا بنكمل الشغل اللي هو بداه. اقل حاجه النهارده اللي احنا كجهاز وكلعيبه نهديله الفوز ده، ونكون مركزين ان احنا نكسب النهارده. بشكر مجلس اداره، بشكر اللعيبه كلهم واحد واحد. النهارده معظم اللعيبه ما بتشاركش، مش موجوده بقى لها فتره، بتلعب لاخر دقيقه وبتقاتل. حضرنا المباراه بشكل كويس، الناس كانت التزام اكتر من 100% 200%، عشان كده ربنا وفقنا الحمد لله. بتلعب فرقه كبيره، فرقه مصر جايه من بطوله افريقيا كسبانه ومتعادله في منتشيه، بيلعب بالفول تيم بتاعه. الحمد لله ما كانش ليهم خطوره النهارده، لان احنا يعني الحمد لله حضرنا لهم بشكل كويس، ولعبتنا كانت ملتزمه، بشكرهم.
وفي النهايه بقول الحمد لله يعني اخر مباراه لينا مع الفريق بنهدي فوز للنادي الاهلي. ان شاء الله الفتره الجايه تكون فتره مليئه لانتصارات النادي الاهلي ان شاء الله. هو انا اوضح للناس ولكن كل واحد بيفهم اللي عاوز يفهمه يعني, وانا مش هروح لكل واحد بيته عشان حبيته عشان اقول له افهمه يعني. احنا ده شغلنا وبنشتغل فيه وبنقدر قيمه العمل وبنشتغل لاخر لحظه واخر وقت. النادي الاهلي يعني مش سوبرمان يعني, مش كل حاجه هتكسب يعني. كل فرق كبيره ريال مدريد وبرشلونه واليوفي والمان سيتي كلهم بيدخلوا في بطولات بيكسبوا بيخسروا بيبقوا كويسين وبوحشين. والنادي الاهلي لازم يكون كده. هو يعني احنا ده اسبقنا سنتين بنكسب كل حاجه وبناخد كل حاجه وبنحقق كل حاجه. يمكن الفتره الاخيره عندنا متغيرات محدش للاسف اتكلم فيها وما فيش في توفيق. لو كان في توفيق كان ممكن نكسب مباراه الاسيوطي, كان ممكن نكسب مباراه الترجي بالهدف اللي ما اتحسبش. حاجات كتير في الكوره بتحصل ولكن للاسف محدش بيتطرق ليها. انت عاوز تنتقد شخص, عاوز تنتقد نتيجه, عاوز تنتقد اداء لغرض ما, دي بتاعتك انت بقى, انت حر. ولكن انا بقول لك الحمد لله الناس كل الناس عملت عليها سواء الجهاز او اللعيبه. يمكن الفتره الاخيره مضغوطين نتيجه التراجع, مش هقول الاداء ولكن النتائج, وده طبيعي في كره القدم يعني. انت مش سوبرمان زي ما بقول لك يعني. هي مباراه كانت اخيره وانا كلمت مع اللعيبه وجهزناهم بشكل كويس. نفسنا نكسب اخر مباراه, نسيب بصمه كويسه قبل ما نمشي, اللعيبه تاخد اجازتها وهي كسبانه. والحمد لله الناس كانت ملتزمه وكانت مقدره ده الحمد لله. كلهم لعيبه كويسه. انا يعني بتكلم معاهم بقول لهم انتوا النادي الاهلي اكبر نادي في الشرق الاوسط, فطبيعي اللي موجود فيه يبقى احسن لعيب في 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 المكان في البوزيشن. فطبيعي يبقى عندك تعليمات, انت عندك قدرات, طبيعي تبقى احسن قدرات عندك, ولكن القدرات دي المدرب بيوظفها. عنوان النجاح هو الالتزام والانضباط والتركيز وتنفيذ التعليمات. النهارده الحمد لله ناس كانت مركزه بتنفذ, واقفين زي ما قلنا, زي التعليم قافلين زي ما قلنا. وفي النهايه انت بتعمل كل ده وارد توفق وارد وارد نتفوقش. النهارده توفيق كان معانا. النادي الاهلي طول عمره نادي كبير وطول عمره بيكسب بطولات وطول عمره عنده نجاحات كبيره. ان شاء الله الناس اللي هتيجي تكمل المسيره وهنشجعهم وهينجحوا وهيكسبوا بطولات وهيفرحوا وهنفرح معاهم. وده النادي الاهلي. كلهم بشكرهم بقول لهم كنتوا دايما معانا في كل لحظاتنا الحلوه والوحشه, بتسندونا في الوحشه قبل الحلوه. وان شاء الله مزيدا من الانتصارات الفتره الجايه ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. بقول الحمد لله رب العالمين. يعني موسم طويل جدا صعب, ربنا بيكرمنا في نهايه الموسم وبناخد دوري عام قبل الموسم ينتهي بست اسابيع قبل او بست ماتشات يعني. فبقول الحمد لله رب العالمين على الدوري وعلى الاداء اللي اتحقق طوال الدوري كله. احنا عملنا ارقام كبيره جدا. الارقام دي كلها ما جاتش من فراغ, بتيجي بمجهود وبشغل وباخلاص وبعمل. النهارده يمكن بيغيب عننا كابتن حسام البدري, انا يعني بهديله الفوز بتاع النهارده ده. وكل الارقام اللي اتحققت دي كلها طبعا يعني وله الفضل الاول طبعا مع مجلس الاداره مع اللعيبه. الجهاز طبعا بالكامل, طبعا الجهاز بالكامل ولاعيبه ومجلس اداره وجمهور, حتى الجمهور ما بيحضرش بس في النهايه ده بتحسب للنادي يعني. انت بتسجل 75 جول في الموسم, بتعدي نادي الترسانه, كان الرقم المتسجل باسم نادي الترسانه 71 جول. النهارده كمان بتحقق رقم قياسي جديد النهارده 88 نقطه, اول مره تحصل في تاريخ الدوري. تاريخ الدوري برضو الاثنين يعني النهارده بتحقق 75 جول, ما حصلش يعني. احنا بننافس نفسنا من بعد ما عدينا ال 71, وانت بتنافس نفسك بتجيب 72 وبعدين 73 و74 و75. النهارده بتحقق رقم كبير جدا او يعني 88 بونت في تاريخ الدوري ما اتحققش. خد بالك كمان 88 بونت من 34 مباراه. فبقول الحمد لله رب العالمين على الموسم الكبير ده. بقول احنا لسه بدري قوي على افريقيا. احنا طبعا بدانا البدايه ما كانتش موفقه بالنسبه للتعادل والخساره, انما ده حصل قبل كده في 2013, تعادلنا مع الزمالك 1-1 وبعدين خسرنا مع اورلاندو على ملعبنا 3-0 وخدنا البطوله في النهايه. وحتى السنه اللي فاتت احنا وصلنا نهائي افريقيا كنا مباراه متعادلين على ملعبنا مع زناكو. فبطوله افريقيه طبعا لسه بدري قوي يعني, ان شاء الله باذن الله نتاهل وان شاء الله نتاهل اول مجموعه كمان. مش هنسى ابدا النهارده ان انا ببارك للشيف اكرامي على اداءه النهارده, اداء متميز جدا طوال المباراه ما شاء الله. الكرات العرضيه كلها بياخدها, مد ثقه كبيره جدا لزمايله في الملعب, توجيهاته كلها ما شاء الله بشكل كويس. النهارده بنختم الموسم وفي عندي 2 حراس مرمى من النادي الاهلي موجودين في منتخب مصر ومرشحين بشكل كبير جدا اي حد فيهم ان شاء الله يلعب مع الحضري ومع عواد. فده نجاح كبير يعني, نجاح ناتج مجهود كبير طبعا حضرتك كمان قمت بيه مع الحراس بالتحديد. الحمد لله يا امير, الحمد لله رب العالمين. احنا بنشتغل بقالنا فتره كبيره في النادي الاهلي وبنخلص في عملنا, وهو ده يعني ده واجبنا يعني تجاه النادي الاهلي وبنشتغل يعني. بشكر كل الناس, بشكر طبعا اللعيبه كلها, لعيبه رجاله, من حتى اللعيبه اللي ما جاتش النهارده. عندي في لعيبه كتير جدا النهارده, في اكتر من 15 16 لعيب مش موجودين.
فبشكرهم كلهم على الموسم. بنشكر اللعبة اللي لعبت النهاردة, في بعض اللعبة اللي تصعدت النهاردة برضو بنشكرها, كل اللعبة اللي موجودة النهاردة بنشكرهم, بقول الحمد لله على الموسم. بنشكر مجلس إدارة النادي الأهلي, بنشكر كل اللعيبة, كابتن حسام في غيابه. وصرح بعد اللقاء قال التفريط في معلول بعد المونديال مرفوض. ده كلام مهم جدا بيبين لك فكر النادي الاهلي في المرحله المقبله, انه مش حابب ان هو يستغني عن اي من النجوم, وخاصه ان معلول واحد من اللعيبه اللي عندها حلول هجوميه كبيره جدا, واحد من اللعيبه اللي بتدي لك في الماتشات المهمه بيكون له حضور كبير جدا. ماتش الترجي هناك احرز هدف, ماتش الاهلي والزمالك الدور الاول جاب ضربه جزاء, وهو لعيب من اللي عنده حلول, وانت بتجيب لعيب محترف عشان يكون عنده حلول مش موجوده عندك في المراكز اللي موجوده في متاحه بالنسبه لك في قائمتك. وده الصراحه معلول برضو يحسب للكابتن حسام البدري المستوى الرائع اللي كان موجود في الموسم الماضي, وقال ان الكابتن سعد عبد الحفيظ ان معلول لاعب مهم ومحارب بالنسبه للاهلي, ولن تكون هناك نيه للموافقه على رحيله في حال تلقيه عروضا بعد كاس العالم. الاخ اخر وهو الاعلان عن قائمه الراحلين عن الاهلي خلال ايام, ده كنت لسه قايله لحضراتكم في بدايه الانترو في هذه الحلقه, موضوع التقرير اللي بيقدمه الجهاز الفني والمديرين المدربين اللي موجودين معاه عشان يدي تقرير لمجلس الاداره بناء على وجهه نظره وبناء على رؤيته وشغله مع هؤلاء اللاعبين, هم ليه مش هيكونوا موجودين مع الفريق, او ليه ممكن يجيب لعيبه تكون افضل منهم في المستوى في المرحله المقبله. كابتن سعد عبد الحفيظ قال ان القائمه هتكون خلال ايام, واللوائح بتحكمنا في هذا الملف بشان ابلاغ الراحلين على الفريق خلال 15 يوما من اخر مباراه في الموسم. وده برضو النادي الاهلي دايما ما بيسيبش حاجه للصدفه, وفي بيتم الاخذ على طبعا تقرير المدير الفني السابق, واكيد المدير الفني اللي هيعلن عنه خلال ساعات هيكون ايضا عنده فكره, لانه منذ بدايه المفاوضات ابتدى ياخد فكره وابتدى يشوف شرايط وابتدى يتابع ما في النادي الاهلي, والنادي الاهلي بالنسبه لاي مدير فني اجنبي يعني سهل جدا ان انت تتابعه وتعرف اخباره. فالموضوع هيكون في خلال 15 يوم زي ما قال الكابتن سيد عبد الحفيظ, هيتم الاعلان عن قائمه الراحلين. هنستمر مع اخبار الكابتن سعد الحفيظ وتصريحاته. قال ان النادي الاهلي هيفاضل ما بين النمسا او المانيا لاقامه معسكر الاعداد, وانا بالنسبه لي الاثنين زي بعض, يمكن اللي بيفرق في النمسا والمانيا هو فاصل يعني مساحي صغير للغايه, الدولتين جنب بعض وحتى نفس اللغه واعتقد الى حد كبير نفس الثقافه, ولكن طبعا الكره الالمانيه يعني كقيمه اعلى من الكره النمساويه بشكل كبير, ولكن الاهم في المعسكر هو الماتشات الوديه, الراحه اللي هتكون موجوده هناك, الترتيبات والتجهيزات, هو ده اللي هيبقى مهم بالنسبه للنادي الاهلي, وده اللي اوضحه الكابتن سيد عبد الحفيظ ان هيتم المفاضله بناء على الترتيبات والتجهيزات. هيبقى في كم ماتش ودي هنا, مين اللي هيجي لاعب النادي الاهلي, هل ده هيكون موائم لطريقه او خطه اعداد المدير الفني؟ على فكره في مديرين فنيين ما يحبش ان هو يبتدي فتره الاعداد بماتشات صعبه, هو لازم ياخدها بتدريجي, يبتدي بماتش الى حد ما سهل ثم اصعب تدريجي, لان ممكن يجي لاعب فرقه زي مثلا هلاعب ريال مدريد في اول المعسكر الاعدادي ممكن معنويا وفنيا ما بقاش جاهز, فتفرق معايا كتير, عكس ما اكون هلاعب فرقه بهذا المستوى تكون اخر مرحله عندي في المعسكر الاعداد, هنا اقدر استفيد بشكل كويس بناء على هذه الترتيبات. هيتم الاعلان عن معسكر النادي الاهلي. النادي الاهلي بقاله فتره ما عملش معسكرات بره, لان ما فيش وقت, كانش في وقت تلاحم المواسم الجديد. ايضا خلينا نروح عن كابتن سعد معوض اللي صرح تصريح ايضا بيتكلم فيه عن الفتره اللي قضاها في بيته وهو النادي الاهلي, الحمد لله على الفتره اللي قضاها في بيته, وتوجه بالشكر لجمهور النادي الاهلي وكل من عمل معهم وعلى راسهم كابتن حسام البدري, وكان كتب على موقع انستغرام قائلا طبعا الحمد لله على الفتره اللي قضيتها داخل النادي الاهلي, كل الشكر للجمهور العظيم مجلس الاداره ودي وكابتن حسام البدري, ودي حاجه من الحاجات اللي معهوده الصراحه عن واحد
من نجوم النادي الأهلي السابقين في كرة القدم، وأيضا واحد من الصراحة مدربين الواعدين في كرة القدم كابتن سيد معوض. معنا خبر مفرح صراحة، وكل ما بيتم انتداب أحد المصريين للمؤتمرات والحاجات الكبيرة عالميا الواحد بيبتدي يبقى بحس ان في تقدم وفي أمل ان انت تحقق حاجات كتير في المستقبل. الأستاذ محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي الأهلي صرح وقال انه فخور بتمثيل النادي الأهلي ومصر وأفريقيا، وده في ندوة مستقبل صناعة كرة القدم حول العالم، وشوفوا قيمة هذه الندوة. تم اختيار 5 متحدثين من قارات العالم لإلقاء كلمة خلال هذا الملتقى، منهم ماريانو إلزاندو رئيس دوري المحترفين الأرجنتيني لكرة القدم ممثلا عن قارة أمريكا الجنوبية، وفرانشيسكو ديلجادو مدير حقوق التسويق والرعاية بالدوري الإسباني ممثلا عن أوروبا، ومحمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري ممثلا عن قارة أفريقيا. وده بيديلك إحساس إن الشباب في مصر قادر، الشباب في مصر لما بياخدوا الفرص ويكون عندهم الإمكانيات يقدروا يصنعوا الكثير، ودي حاجة ما هي سهلة إن يتم اختيار أحد السادة الشباب المصريين الصراحة الأكفاء اللي يستاهل ما شاء الله بخبراته، وأيضا في تطلعه هو عنده فكرة تطلعه دايما حابب يعرف إيه الجديد في كرة القدم وياخد دورات هنا ويروح هنا، وكل هذه الأمور هو اللي خلته إنه يكون موجود في هذه الندى. أتمنى له التوفيق وإن شاء الله استكمال هذا المشوار بنجاح، وكان قال الحمد لله فخور بتمثيل النادي الأهلي وأفريقيا الخميس المقبل إن شاء الله بسانتياغو وبرنابيو، معك ريال مدريد دعواتكم. وده ملعب طبعا لنادي ريال مدريد الاسباني اللي نتمنى ان شاء الله محمد صلاح يفوز عليه في نهائي في دوري ابطال اوروبا، ولكن حاجه يعني الصراحه الصوره اللي احنا شفناها دي صوره حاجه جميله جدا وفخر لكل مصر الصراحه مش بس للنادي الاهلي. صلاح محسن فيرود مواليد 98، واحد من اللعيبه الموهوبين، كان حديث الساعه في انتقالات يناير، ولكن الراجل الصراحه لعيب عنده امكانيات فذة، لعيب منتخبات، وابتدى صراحه يبتدي نشوف المردود الايجابي من امكانياته الفنيه الجميله داخل النادي الاهلي. صلاح محسن خد نصر المباراه افضل لاعب في لقاء الاهلي والمصري، وكشف حساب النادي الاهلي عبر موقع التدوينات تويتر عن حصول اللاعب صلاح محسن عن لقب افضل لاعب في المباراه في ختام مباراه الدوري العام، وحساب النادي الاهلي قال نصر المباراه ولعبنا صلاح محسن وذلك اعتمادا على تصويت الجماهير وعشاء النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان شارك هو في صراحه صنع هدف عمل اسيست لاحمد حمدي واحرز هدف جميل للغايه الهدف الثاني عشان يدي للنادي الاهلي الثلاث نقاط وتتكمل بقى الارقام القياسيه. صلاح من اللعيبه اللي عاجبني فيه انه ما التفتش للاعلام، لان كان في ضغط اعلامي شديد جدا عليه بعد انتقاله، وبعدين بصوا هنا السرو، والاهم من السرو بص استلم الكره ازاي، الاستلامه دي ممكن حد يشوفها سهله، وهو عشان هو جاهز وعشان هو لعيب حريف حسسها لك سهله، لكن مش اي حد يعرف يعمل الاستلامه دي، ان استلامها كده بوش رجله الخارجي قدامه بالسرعه عشان يحط كوفي، الاستلامه دي اللي خلت كوفي يبقى في ظهر صلاح محسن. ادي الاستلامه اهو مخرجنا سمعني وانا بتكلم، لان الحاجه دي تبين لك الموهبه، الحاجات ديت المدير الفني ما بيقولهاش، الحاجات دي مواهب تكنيكيه كده ازاي طبعا، وحط الكوره زي ما الكتاب بيقول في زاويه وتحت عشان تبقى صعبه على حارس المرمى، لو مين لو موجود نوير لو موجود بوفون اللي اعتزل مش هيجيبوا الكره خلاص. صلاح محسن عمل فيها الحاجات الصح في كل هذه الامور. نروح لتقرير عن اللعيبه قالت ايه بعد الانتصار على النادي المصري. الحمد لله قدرنا نختم الموسم بلعبتنا ان شاء الله الحمد لله يعني، وقدرنا نحقق الفوز اللي احنا بقالنا 3 ماتشات أو ماتشين، هو ده النادي الاهلي الفريق الكبير طبعا، بنقدر نعدي من اي حاجه والحمد لله قدرنا نحقق الفوز النهارده. انا هو ده مكاني من عنده، وانا عندي 9 سنين ما بلعبش الا فرود، عادي ممكن ادي ساعات برضو بلعب هاف، بس المركز الاساسي هو مكان الفرود. الحمد لله قدرت ان انا اعمل حاجه في مكاني النهارده واستعد ذاكره مكاني، والحمد لله قدرنا ان احنا نحقق الفوز يعني. والله بص هي مش اسباب ولا حاجه، هي دي سمه الفرقه الكبيره،
سمة الفرقة الكبيرة اللي أي حد يعني أي حد فريق كبير لازم أن يبقى عنده قوة كده ماتشين ثلاثة، وطبعا الفريق الكبير هو اللي بيقدر يطلع من القوة ديت، وقدرنا الحمد لله نقدر طلعنا منها إن شاء الله بالماتش بتاع النهاردة، وإن شاء الله المزيد إن شاء الله. أهم حاجة تركيزنا على بطولة أفريقيا بإذن الله. الحمد لله يعني مش ده مستواي اللي أنا متعود عليه دايما، بس الحمد لله قدرت اللي أنا يعني خلاص يعني بقت معايا إن شاء الله الفترة الجاية بإذن الله أقدر اللي أنا أستعد امكانياتي، وان شاء الله اكتر حاجه واكبر حاجه ان شاء الله نادي الاهلي. طموحي ان شاء الله اهم حاجه بطوله افريقيا الاول، وبعد كده نبص لقدام بقى. الحمد لله الواحد والله يعني بيجتهد وبيعمل اللي عليه، والحمد لله النهارده قدرت يعني لحد ما بقى كويس الحمد لله، عندي اكتر من كده بس ان شاء الله يعني الماتشات الجايه اقدر العب وباحسن من كده كمان باذن الله. والله ما فيش حاجه صعبه، احنا النادي الاهلي فاي ماتش بالنسبه لنا يعني اكيد احنا نازلين رقم واحد في الماتش، ف يعني احنا اكيد النادي الاهلي ما فيش حاجه اسمها صعبه علينا، احنا كنا بالحمد لله قدرنا نكسب النهارده، بناكد الانتصارات يعني كنا سلبيه كتيره فالحمد لله قدرنا نكسب. نكسب ونرجع الانتصارات ونرجع الروح القتاليه اللي كانت موجوده قبل كده، فالحمد لله قدرنا نسمع كلامه وننتصر النهارده، وده العادي يعني بتاع النادي الاهلي. اتمنى المشاركه بس ان شاء الله الماتشات الجايه والناس تحكم يعني نفسها يعني. والله احنا نازلين كلنا عايزين نحقق حاجه في الماتش، والحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا، وكل واحد ادى اللي عليه، وكل واحد نازل عارف دوره ايه، والحمد لله رب العالمين. ده بشكر ربنا على المجهود اللي الفرقه عملته، والحمد لله يعني على المجهود اللي انا عملته في الماتش. هي قله اللعب بتبقى مشكله شويه، بس انا الحمد لله عندي يقين في ربنا ان انا وقت ما انزل اكون كويس، دي حاجه عندي كبيره، وعندي ثقه في ربنا ان انا لما هنزل هادي زي اي حد في الماتش ان شاء الله باذن الله، يعني ربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله. الخبر اللي جاي خبر مهم للغايه، وهو ان وفد اعلامي سوري في ضيافه الاهلي. هنا بقى الجانب الوطني للنادي الاهلي، مش بس الجانب الرياضي والجانب المجتمعي، اتكلمنا على الواجب الرياضي. النادي الاهلي بيقدم فرق بتاخد بطولات وبيقدم ليه المنتخبات كل العناصر المهمه عشان يبقى العمود الفقري ليه. الجانب المجتمعي النادي الاهلي ما شاء الله برضو داخل في يعني مشروعات اجتماعيه كثيره، وبرنامج عائله الاهلي الموجود مع مجلس الاداره ايضا بيضم العديد من الاجراءات اللي هيكون فيها خدمه للمجتمع في كل الامور. وايضا عندنا الجانب الوطني، وهو وجود واستقبال المدير التنفيذي للنادي الاهلي السيد محمد مرجان لوفد اعلامي سوري، ضم كلا من صفوان الهندي مدير المكتب الصحفي للجنه الاولمبيه السوريه للاتحاد الرياضي العام ورئيس الوفد، وايمن البندقي المكتب الصحفي للاتحاد الرياضي العام، وفيروز صارم المكتب الصحفي للاتحاد الرياضي العام، وانور البكر مدير تحرير صحيفه الاتحاد، ومحمد الخاطر رئيس القسم الرياضي في وكاله الانباء السوريه، ومؤيد البش رئيس القسم الرياضي في صحيفه البعث، وعبير علي صحفية الموقف الرياضي، وابراهيم غيبور صحيفة التشرين، وكامل نجمي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري، وخالد الشويكي صحيفة التشرين. ما شاء الله يعني وفد كبير جدا رفيع المستوى إعلاميا من سوريا الشقيقة. نتمنى لهم إن شاء الله كده أن الأمور في سوريا ترجع على أكمل وجه، ترجع مره ثانيه سوريا كده زي ما كانت. قام المدير التنفيذي بايدهم تيشيرت النادي الاهلي، في حين قام صفوان الهندي مدير المكتب الصحفي اللجنه الاولمبيه السوريه والاتحاد الرياضي وباهداء درع اللجنه الاولمبيه الاهلي. طبعا الاهلي طبعا وكره السله بيطمئن على ثنائي المنتخب في الصين، كان حرص على انه يطمئن على الثنائي احمد السلعاوي وحاتم البحيري لاعبي الفريق، اتصل بهم هاتفيا خلال تواجدهم مع المنتخب الاولمبي، وينتظر كابتن طارق خيري عوده السلعاوي والبحيري المشاركه في فتره الاعداد الموسم الجديد واللي تنطلق للايام القليله ان شاء الله. السنه الجايه النادي الاهلي يحصل على بطوله الدوري، هو قد حصل على بطوله الكاس في الموسم الماضي. ونكمل مع الألعاب الأخرى، ولكن هذه المرة مع كرة اليد، ومحمد عصام الطيار حارس مرمى الفريق قال هنقاتل على الفوز بكل البطولات في الموسم الجديد، وهناك تفاؤلا بتقديم موسم مميز للغاية. أشار الطيار أن الفريق قدم عروضا قوية في الموسم المقضي ونجح في الفوز بلقب الدوري وبطولة الكأس الكؤوس الأفريقية، وهناك إصرار على الفوز بكل الألقاب، وما شاء الله فرقة كرة اليد في النادي الأهلي ماشية بشكل أكثر من رائع، وكل
كل سنة بيقدموا لنا بطولات جميلة فيها تعب وفيها مجهود وفيها كمان كرة اليد يعني بيخلصوا ماتشات بفرق هدف وفن فصعبة الغاية، لكن يعني ما شاء الله كلهم رجال أقوياء كده زي ما حضراتكم شايفين ويجيبوا لنا كل البطولات. منتخب مصر بتعرض كيتابولت لتقييم الأداء. يوم في التدريبات مما يعطي صورة جي بي اس البدني للاعبين عن طريق اشمل الجهاز الفني للفريق عن امكانيات اللاعبين البدنية والاحمال اللي تعرضوا لها. ده الكلام اللي كنت بقوله لحضراتكم في البداية ان الكل بيشتغل بالارقام، الارقام هي كل حاجة في كرة القدم، علم التدريب الجديد بيشمل الارقام، الارقام هي اللي هتديك الحالة اللي انت فيها، مش هتدي لك حاله الوايه، مش تقول لك الولد ده مش عارف ايه وده احسن، مفيش الكلام ده، الرقم هو اللي بيدي لك كل حاجه. الدكتور محمد ابو العلا طبيب المنتخب قال انها خطوه مهمه فيما اعتبر المهندس ايهاب الهيطه هذا التعاون استمرارا لوجود الجهاز الاداري والطبي سفل توفير احدث تقنيات الطب الرياضي المنتخب الوطني بتوجيه دعوه ودعم من المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المشرف العام على المنتخب. وايضا خلينا نقول ان منتخبنا الوطني ابتدى المعسكر الان وابتدى تدريبه الان استعدادا للمباراه الوديه اللي قبل كاس العالم. كل الامنيات ان شاء الله منتخب مصر يقدر يعمل لنا حاجه تفرح بها الشعب المصري ويتاهل الدور الثاني. وزير الرياضة واحنا بنتكلم عن ماتش مصر والكويت بيتلقى دعوة لحضور هذا اللقاء مهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب. تلقى دعوة من محمد ناصر عبد الله الجبري وزير الإعلام ووزير لشؤون الشباب الكويتي لحضور مباراة كرة القدم الودية اللي هتقام بين المنتخب المصري الأول مع نظير الكويت الجمعة المقبلة، وتقام المباراة على استاد جابر الأحمد الدولي ضمن الاستعدادات الفراعنة المشاركة في نهائي بطولة كأس العالم لروسيا 2018. ماتش الكويت ده مهم جدا، ماتش الكويت بطريقة لعب فرق الخليج مهم جدا قبل ما نروح كأس العالم ونلاعب في منتخب السعودي. وخلينا برضو واحنا بنتكلم عن أخبار منتخب مصر ناخد ان انتهاء الكشف الطبي على لاعب المنتخب الوطني قبل معسكر اليوم. جهاز الطب المنتخب مصر بقيادة الدكتور محمد أبو العلا أجرى الكشف الطبي على 29 لاعب مختارين لمعسكر مايو ويونيو واللي هينطلق اليوم استعدادا لكأس العالم من 14 يونيو حتى 15 يوليو. طيب الأرجنتيني هيكتور كوبر 29 لاعب هم مين؟ سام الحضري التعاون السعودي وأحمد فتحي الأهلي وشريف إكرامي الأهلي ومحمود عبد الرازق شيكابالا الرائد وأحمد محمدي أستون فيلا عبد الله السعيد الأهلي محمد عبد الشافي الفتح السعودي أحمد حجازي وست براميتش الانجليزي محمد نني ارسنال ومحمد صلاح ليفربول مروان محسن الاهلي عمر جابر لوس انجلوس جالكسي واحمد حسن لوس انجلوس بس لوس انجلوس جالكسي ده اللي فيه ابراهيموفيتش عمر جابر في لوس انجلوس بس احمد حسن كوكا سبورتنج براغا البرتغال سعد سمير الاهلي طارق حامد زمالك ومحمود عبد المنعم كهربا اتحاد جده محمود حسن تريزيجيه قاسم باشا ان شاء الله يروح كده فرقه حلوه في انجلترا علي جبر وست بروميتش رمضان صبحي ستوك سيتي سام مورسي من ويجان وعمر ورده اتروميتوس اليوناني محمد الشناوي الاهلي ايمن اشرف الاهلي كريم حافظ لانس الفرنسي محمد عواد الاسماعيلي احمد جمعه المصري عمرو طارق اورلاندو سيتي من امريكا محمود حمدي الونش الزمالك ومحمود عبد العزيز من الزمالك. ويهدف الكشف الطبي الاطمئنان على سلامه اللاعبين المختارين قبل المعسكر وده حاجه مهمه جدا عشان ما يتفاجئش بعد السفر انه عنده مشكله واصابه. الحاج عامر حسين بيقول ان السوبر المحلي هينطلق قبل انطلاق الدوري ولم نحدد مكانه. صراحه ربنا يكون في عون الحاج عامر من اللي فات انطلاق الدوري الجديد المحدد له 3 اغسطس. وكشف حاج عامر حسين رئيس اللجنه انه تم الاتفاق على اقامه السوبر المصري اللي يجمع الاهلي والزمالك، الاهلي بطل الدوري الزمالك بطل الكاس قبل انطلاق الموسم الجديد، ولكن قال ان مكان السوبر المصري بيحدد الموعد النهائي في حال اقامته باحد الدول العربيه سواء الكويت او الامارات هيكون يوم جمعه. نروح لخبر كله امل لكل المصريين صراحه وكل العرب ان
بنتكلم فيه على ليفربول ودوري ابطال اوروبا والفاينل والحلم، حلم كل المصريين. يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول قال انه مستعد لنهائي دوري ابطال اوروبا امام ريال مدريد. وفي المؤتمر الصحفي كان النهارده بيتكلم